مكملين معكم مشاهدينا بيشرفتونا، وهلأ عنا ضيفة بموضوع كتير مهم، كارلا كيشيشيون واكيم. هلو. زبطيت؟ أكيد زبطيت. بدنا، هي لايف كوتش، بدنا نحكي عن معاقبة النفس من بعد ما نتصرف شيء غلط. شو هي أساليبها؟ شو هي مخاطرها؟ وكيف فينا نتجنبها؟ اهلا وسهلا فيك. هلو بيوتيفول ليديز، عن جد كل مره اتس سو بيوتيفول تو بي هير، ثانك يو. بحب كون موجوده بهالبيوتيفول انرجي، للي كل اللي عم يحضرونا لازم يعرفوا قد ايه في طاقه حلوه وايجابيه هون بهالكاست كله سوا، وانتم صبايا بتجننوا. الحمد لله، ميرسي. وانت بتزيدي اكيد هيدا الطاقه، ونحن بحاجه لها كارلا. نحن من وين بنتعلم هيدا السلوك، بانه هيدا السلوك السلبي، بانه نعاقب حالنا؟ من مين قولك؟ ليك أهلنا. كل مرة لما نطلع بحلقات والمشاهدين بيزعلوا منا، دايما نحنا بنرجع لنفس النقطة. كله ببلش بالبيت، نقطة الصفر البيت والأهل. أنا بقولهم للأهل ما تزعلوا، هيدا باور، هي قوة بإيدكم. لما تعرفوا شو الغلط اللي عم تعملوه فيكم تغيروا. Exactly. No problem. ما بدي بعد هلأ أنا أتخبى وراء أصبعي، بس أنا بدي أقلكم شغلة لليوم، لكل شخص عم يسمعنا، بدنا عن جد نستفيد الماكسيموم، لأنه هي حياة وحدة بدنا نعيشها. خلاص ما بدي عيشها كيف ما كان. شوفوا، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا، حطنا على هالأرض، فرقنا. الفرق بيننا أكيد بين الحيوان كتير كبير، بس أنا بدي أفسر لكم إياها بطريقة كتير بسيطة، ولتشوفوا شغلة وين ربنا عطانا الخيار بمحلات بطلنا نعرف إذا هيدي نعمة ولا نقمة. ليه؟ لأنه الحيوان بيجي بيخلق بيعيش بيموت، عنده خطين ما بيقدر يتحداهن ويتخطاهن، عنده الخط الأوطى والأعلى، يعني الماكسيموم ماكسيموم. إذا البسينة هي بسينة، قد ما تتحسن رح تضلها بسينة. بينما الإنسان ربنا ميزه، حطه على هالكرة الأرضية، عطاها الحياة، ما في غير خط واحد بس هو المستوى الأدنى، بينما الخط الفوقاني مفتوح. وهون الخيار تبعنا أنه نتعلم، نتطور. تمام، you're amazing. بدنا نغير حالنا، نطور حالنا، نسقف حالنا. ليه؟ ليه؟ لأنه هاي حياة وحدة بدي أعيشها، بدي أعيشها وأنا عندي inner peace، سلام داخلي. وهيدا هو your birthright، هيدا حقك بالولادة أنه تقدر تعيش بسلام. ما حدا بيعلمنا، بس نحن بهالايام ما عندنا ولا حجه، لان ببروجرامات مثل هودول بيسقفونا فينا نحن نتغير بتكه. واوقات بيقولوا لي نحن ما فينا نستشير، ما فينا ندفع على لايف كوتش او هيبنوثيرابيست. انا بقول لهم عليه، اذا عن جد حابين نحن نغير، فينا نتسمع لفيديوهات، فينا نشوف توتوريالز نغير حالنا. للكل انا بعد اذنكم بدي اقول لهم، انا كثير اكتف على الانستغرام والفيسبوك، فيهم يعملوا لي فولو على الفيسبوك كارلا كيشيشيان واكيم، على الانستغرام كارلا اندرسكور كيشيشيان اندرسكور واكيم. ليه؟ لانه في كثير فيديوهات فيهم يفوتوا يتعلموا، واذا عن جد حابين يغيروا كارين فيهم يغيروا هيك وبكثير سهوله. أنا بدون ما أنتبه كأم بلش أزرع فكرة الجلد، الذنب ومعاقبة النفس بولادي من دون ما أنتبه. رح جاوبك على هيدا السؤال، سؤالك بعقد بعقد بعقد، لحتى الأم تعرف اليوم أنه أنا وين الغلط اللي عم بعمله. With all the good intentions، أنه أنا نيتي بتعقد ونيتي طيبة، وبدي أنا ترك الدنيا كلها قاعدة مع ولادي. ليه أنا ولادي بدي أزرع فيهم هالشيم هالعار، ومن وراء شوي 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 هالولد بدي يروح صوب أنه إذا عمل أغلاط كارين ما يسامح حاله، وبالعكس يروح صوب أنه هو يعاقب حاله. بس قبل لازم نفسر مظبوط شو هو أنه أنا قاسس حالي، لأنه هيدا الشيء موجود ما منفكر فيه أوقات، وهيدا اللي بخوفني. لما أنا قاسس حالي ويكون شيء كتير واضح، يعني إذا لا سمح الله توفي لي ولد وكنت أنا السبب، يعني عطيته السيارة وما كان لازم وبعرف أنه ما عنده دفتر سواقة لا سمح الله، فأنا هون يمكن روح، يمكن وهذا الشيء كتير غلط، للإدمان، للمخدرات أو للشرب. هيدا قصاص للزيت بس واضح، أو انطوي بالأوضة وما عاد أظهر منها بحياتي. لا، انطوي شوي مش أوضح، بس هيدا الإكزامب عم بعطيكي كتير واضح. هون الإنسان واللي حواليه رح يعرفوا أنه في شيء غلط لازم تتعالجي. بس أنا اللي بخوفني غير هيك، لما الشغلة تكون تحت الرادار، لأنه في كذا نوع قصاص للزيت، في يكون ايموشنال عاطفي، وفي يكون جسدي. يعني في يكون عاطفي بمعنى انه انا على طول عم بنتقد حالي، حديثي مع حالي كثير سلبي، وكمان انا ممكن عم ضلني غرقانه بقلب هالاحاسيس السلبيه اللي طلعت معي، ما عم بقبل اتركهم يروحوا من بس بوث ندم وذنب. انا عم باذي حالي. مين بيعلمنا يا تمار؟ مين؟ انا بكون عم فكر انه انا غلطت، يمكن مع التماغ انا غلطت او مع كارين غلطت غلطه،
جيت اعتذرت يمكن، بس انا جواتي قد ما عندي قيم وعندي values وعندي قوانين، انا ما عم بقدر سامي حالي. سمعتيني تمام، بس انا ما عم بقدر سامي حالي لحتى انا ارجع اعلى بعيون حالي بمحلات، لحتى احس حالي انه انا قصصت حالي كفايه، كانه هو اعتذار بطريقه غير سليمه وكمان طريقه كثير سلبيه، لحتى انا امنع حالي من انه انا ارجع اكرر هيدي الغلطه. بجي انا بقول بدي قاصص حالي، فانا كون يا اما بلش اقول اشياء سلبيه لحالي كل الوقت، حديثه مع حالي سلبي، ونحن بدنا ننتبه كثير، حديث السلبي مع حالي هو كانه العدو صار جواتي. فانا بدي اصير اكره حالي، ما بقى في سيلف استيم، تقدير للذات، ثقه بالذات لما اطلع انا بين البشر. ساعتها شو يلي بدي حطه برا؟ بس كمان بهمني كثير قول غرقانه بالمشاعر السلبيه من احساس بالذنب، اكيد هيدا هو ورا عقاب الذات، قصاص الذات، ذنب كثير كبير، احساس انه انا عندي شيم، عندي عار، عندي ندم، وعم بعتب على حالي كثير. هدول الاحاسيس مع بعضهم بيكونوا كثير كتار جواتي، بدي طفيهم، لان انا حيلا احساس سلبي بيطلع جواتي تعلمت بدي اهرب منه، ما بدي اياه. ولا مره حدا علمني مثل ما شفنا هيديك المره تمر انه في رساله من وراء هالاحساس، بس لا، انا بتعلم اهرب او طفي وتم. فبجي انا هون بستعمل هيدي الشغله، هي القدره على التاقلم، بنسميها كوبينج سكيل. كان فيني انا يمكن انكر انه هيدا الشيء صار، كان فيني اكبت، كان فيني اعتب على الشخص الثاني من وراكي انا تصرفت هيك، بس لا، انا هون بهالحاله اخترت انه انا قاصص حالي. واكيد عم تساليني سؤال رائع رائع رائع، هو انه من وين بتعلم هيدا الشيء، هيدا العار، هيدا الشيم بنسميه؟ من الاهل، لان الاهل كيف بيعملوا لحتى يربونا؟ punishment على طول، في هالقصاص. لما نحن بنقول على طول، في اهالي بيجربوا يغيروا هيدي الطريقه، فتعلمنا منهم انه بمحلات لما انا اعمل الغلطه، يعني انا لازم كون مقاصص، انا رح اتقاصص، يعني انا اول شيء شخص مش منيح، لانه شفت تعبير وجهه للماما وكلماتها وللبابا، فانا شخص ما منيح، فانا عندي احساس انه انا ما بستاهل قصص كثيره، ومنها انه اغفر حالي. فانا بدي اجي هون قاصص حالي، بتعلم هيدا الشيء منهم، وبيطلع جواتي معتقدات، معتقدات كثير سلبيه بتقول انه انا ما زال عم بغلط، يعني انا مني كامله، يعني انا فيي فلا، يعني فيي ديفويات، فيي اغلاط، يعني انا مش خرج اني انا حب حالي. بس كلنا فينا ديفويات، فينا اغلاط، قد ايه لازم نتصالح مع حالنا، قد ايه لازم نشوفهم، قد ايه لازم نتقبلهم لحتى نقدر نكفي؟ تمار، بموت بهالاسئله اللي بتساليهم، انت بتحطي اصبعك على الجرح، مزبوط نحن هيك، بس اتس تريك اوف ذا مايند تمار، هو العقل. صرتي تعرفيني وينين العقل صح؟ شو؟ لانه مسيطرين علينا. of course. It's a trick of the mind، خدعة من خدع وبدع العقل، إنه أنا بحب كون perfect. وش في ناس بطبعهم بالpersonality بشخصيتهم وبمربيهم مع أهل هن منهم perfect، عم يعملوا كل شيء لحتى يطلعوا ولد كامل، وهذا الشيء منه موجود. فأنا بجي بنصاع لهيدي الخدعة، خدعة إنه أنا بدي أعمل كل شيء لحتى أوصل لهالperfection. فأنا هون بدي أرفض إنه أنا فيي أغلاط وفيي ديفويات، وهون أنا أكيدة شو البديل الرخيص؟ أول شيء إني أدعي، بدعي إنه أنا كاملة، وأكيد هيدا الإدعاء بده يسبب لي بقلق وتوتر بكل هالأمور. بس هون أنا حتى ضلني إذا بدك وفية للحلقة للموضوع، لأنه فينا نشتح للميل اللي بدك إياها. مزبوط، بس قبل ما تكفي، فينا نقول لكل العالم إنه ما مفروض نكون perfect أصلا، أكيد لأ، يعني ونس وصلنا للperfection شو بعد بدنا؟ تعريف الإنسان، أنا بدي لكم تعريف الإنسان هو تطور. إنه هو ما بيقدر يكون تطور كامل، تطور بس مش إنه كمال، أكيد لا. نحن طب بس شو بعمل أنا وقت الولدي بيعمل شيء غلط؟ لأنه ضعنا، لأنه في مليون إكول، مليون مدرسة عطتنا، مليون مش مدرسة اللي بيروحوا بيتعلموا فيها، مليون مدرسة بسيكولوجية عطتنا مليون طريقة وضعنا. طب أنا ولدي غلط يعني، وإذا عم بتلاحظة كمان أنه صايرين الأولاد عم يطلعوا على أهليون وعم بيصيروا أقوى من أهليون، لأنهم ما بقى عم يسمعوا الكلمة، بيجوا بيقولوا لك الست والجد نحن ما كانوا يسترجوا أولادنا يحكونا هيك، ما كانوا يعملوا هيك، نحن لأنه we are too cool مع أولادنا ومنجرب نحكي ومنجرب كذا، في شيء نحن عم نعمله غلط لهالولاد، ما عم بيكونوا إذا بدك ديسيبليني
وشو لازم انا اعمل بس يغلط ابني؟ اهم شيء انه ما اطلع انا من البالانس، ما اروح from one extreme to the other. الاكستريم اللي انت عم تحكي عنه وين الاهالي والجد والست والتيتا كانوا يعملوا اللي بدهم اياه والولاد كانوا من نظره يجمدوا، ما بدي اعمل هيدا الشيء لان انا ايه كثير هين لالي اعيش الحياه هيك، واولادي قد ما فيهم مش رح يغلطوا بالحياه، بس ساعتها انا ما بكون عم بعرف شو البليفز المعتقدات الغلط يلي انا عم بزرعها باولادي. وانت عم بتفكري جدك وستك، بس لهلا انا بشوفهم كل يوم بالكابينه عندي كارين، اهالي بيربوا بعضهم بهالطريقه بالضرب وبالقصاص وبالاهانات وبالانتقاد، بيشوفوا بيقول لك انه انا ايه ابني بنظره وحده بس احنا مش هون لنخوفهم بنظره، بس مش هي انه هالولد جواته عم بيطلع كل شيء فيه معتقدات غلط. انا هيدا الولد علمته انه هو منه كافي، هي از نوت جود انف، هيدا الولد عاطل لانه كل ما يعمل شيء غلط انا بلبده، انا عاطل، انا عندي احساس انه ما بيستاهل لا انه يحبوني ولا انه يقدروني ولا انه يسامحوني. طيب شو الطريقه؟ الطريقه الاسلم هو انه انا اكون بالنص دائما، ما طلع الانسكيورتيز اللي اول شيء هن جواتي. ما هي اصعب شيء كارين انه انا ربي ولد، انا ام لثلاثه واسم الله هلا كبروا، انا عندي توم 16 سنه وبنوت عمرها 19 سنه، فقفيت شوي هالمراحل الصعبه، زرعت اللي لازم ازرعه. فاللي بدي اقول لك قد ما فينا قد ما فينا، ما في بيرفكشن حتى هون، انتبهي بنغلط وبنعمل. بتعرفي انا لاني لايف كوتش بس كون مع اصحابي يقولوا لي قد ايه في ضغط عليكي انه انت ولادك ما لازم يغلطوا لما تكونوا ضاهرين كلكم سوا، بقول لهم لا لا اولادي بحق لهم يغلطوا، بس الفرق انه نحن لما نغلط بدنا نتعلم نصلح. انا ما رح اسمح انه هيدي الغلطه تقطع مرور الكرام، رح شوف معهم كيف بزبطها. بس لحتى جاوبك كمان انه انا اليوم كأم كلنا ثلاث ارباعنا، بخاف من كلمه كلنا بس ثلاث ارباعنا ربينا بقلب هي الوان فيها الاكسترنال كنترول سايكولوجي، جواتنا هالاحاسيس انه انا ام نوت جود انف، انا مني كافيه، مني لذيذه كفايه، ذكيه كفايه، مهضومه كفايه، ما بستاهل بمحلات كثيره. فلما الولد يتصرف بطريقه ممكن يولد جواتي كل هالقلق والتوتر اللي اصلا هن موجودين من طفولتي، فانا اوريدي اذا انا هون بنتبه لهيدا الموضوع بيكون عندي منقول mindfulness، يعني الوعي الكافي اني انا اعرف افكاري والمشاعر اللي عم تطلع جواتي. هون انا بعمل لها ستوب، وهون انا دعوة للولد انه انا بحبك وبموت فيك وبحقلك تغلط، بس تعال حتى نحكي شو كان عندك خيار تاني، لانه نحنا بالحياة بكل شغلة بدنا نعملها عنا خيار طبعاً. انت اخترت هيدا الشيء كنت حر، بس في تمن بده يندفع، في consequences، في تداعيات. بس هون كمان فخ بيقعوا فيه الأهل إنه بدهم يحطوا تداعيات حسب مزاجهم بلحظتها. لا لا، أنا إذا مني حاكي عن الموضوع ما فيني حط تداعيات، ما فيني حط consequences حسب مزاجي. وأنا مش محذرته مش معيته، فأنا بقعد بقول له إنه هذا التصرف صار غلط، أنا رح فرجيك وين كان بيوصل. هلأ بتقولي لازم تكوني بالعة كذا حبة أعصاب لتقدري تعملي هيدا الشيء، أكيد إذا عايشة بلبنان خاصة. مشان هيك منقول Before raising our children, we need to raise ourselves. نحنا قبل ما نربي الولد ونجيبه على هالدنيا أصلاً لازم يكون أنا ربيت حالي، طلعت من هالغريزة الحيوانية، وصلت لمحل وين نحنا، أنت كنت عم تحكي تمر، نحنا مثل السلم بين الأرض والسماء. كل ما نحنا سقفنا حالنا، طورنا حالنا، هندسنا وزبطنا هالروح وسقفناها وهزبناها، كأنه عم نطلع درجة، عم نطلع درجة. ما في perfection إيه، بس فيني أنا طور حالي وصل لمحلات وين فيني طلع the sweetness of my emotion، هالنكهة الحلوة اللي ربنا حتى جواتي لحتى أنا طلعها. أنا مني هون لحتى عصب وصريخ، يعني أنا بقوله أنا بقوله أنت غلط، هيدي الغلطة إلى كونسيكونس، الكونسيكونس تبعها مرتجة إذا رجعت تصرفت بهيدي الطريقة صار عندك علم وخبر مرتجة. طب إذا عملها مرتجة الكونسيكونس تبعها بيكون إنه شو؟ بأخذ لك الآيباد؟ هدول اسهل كونسيكونس، الكونسيكونسات حسب الاعمار. وهلا نحن رح نطلع كثير برات الموضوع، بس لحتى جاوبك الكونسيكونس دائما انا بحب انه يكون شيء بيعلم الولد شيء ثاني. يعني انا اليوم عندي ابني عمره 16 سنه، اذا انا بدي اجي اعمل له تداعيات انه اشطه الايباد والايبود والسيلولار، طب انا هون طلعت جواته الغضب والقلق والانجر. كان عندي مراهق كثير مبسوط عمل غلطه، هلا صار عندي مراهق عامل غلطه بس معصب مني كثير ومقهور وبطل بده يعمل ولا شيء. لا انا اليوم بدي افكر 16 سنه شو الممكن يكون الاسلم له. كثير حلو انا من الصيفيه اخصم له شهر
اوكي، وقول له انه انا بهيدا الشهر بدي الاقي لك مطرح تروح تعمل تريننج فيه لحتى تكتسب مهارات، وهو خسر من الوقت اللي هو كان بده يمرح فيه وينبسط فيه، بس بالمقابل عم بعلمه شيء وعم بيشوف هو انه انا ما عم فش خلقي فيه، وهيدا اهم شيء لحتى ما يصير فيها جرح بين الاهل والولاد. انا اهم بالنسبه لي من انه ربيه ويكون على المسطره لا يعمل اغلاط، ما عليه، بقدر برجع بحكي معه وهو هيك بده يتعلم بهالطريقه، بس انا اهم لي حافز كارين على علاقتي معه، بده يضل فيه هالتواصل السليم المباشر معه. لنرجع بس شوي صغيره، رح نرجع للموضوع ونكفي فيه للاخر، ما رح نشط مثل ما بيقولوا كارلا، وي بروميس اكيد، ولكن اسمحي لنا نتوقف مع بريك قصير، نرجع لكم من بعده مشاهدينا لنتابع بحديثنا، وبليز تابعونا للاخر، و موضوع يعني مهم جدا 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 يعني. مشاهدينا ولهالموضوع المهم، رح نفوت دغري بالاسئله، فسري لنا اكثر كيف الانسان بعاقب حاله وليه؟ اوكي، سو كنا عم نحكي انه هالانسان عامل غلطه نوينجلي اور ان نوينجلي، انتبهي اوقات نحن بنغلط مش بقصدنا شو ما كان، بس انا لانه عم يطلع جواتي احاسيس بالذنب بالندم باحساس انه انا عم بعتب على حالي، ما عم بتحملهم هدول الاحاسيس، بدي طفيهم بشيء، فبجي انا بقاسس حالي، لما قاسس حالي كانه عم كفر عن ذنوبي. فهون هدول القصص فهمناهم انه انا بعلى بعيون حالي لما اعمل هيدا التصرف. في كثير كمان اوقات ناس بيتصرفوا هيدا التصرف لانه بيعطيهم سيغنيفيكانس، يعني مثل كانه انا ما عندي شيء ثاني. بتعرفي انه انت تكوني حدا شاطر بالحياه، موجود عنده قصص تفاصيل تعطيك السيغنيفيكانس، يعني انه انا مهمه بمحلات مهمه، ما عندهم القدره انه يعملوا هيدا الشيء. بيكون في اوقات يمكن حدا تنبل ما عنده الطاقه ما بده يحط انرجي بهالمواضيع، فبيلاقي هيدا البديل الرخيص كمان، دائما بنقول بديل رخيص، انه انا لما قاسس حالي واحكي عن هيدا الموضوع كانه هيدا صار باج على صدري، نشان على صدري انه انا شخص هيك. فشوفي هيدا الشخص كمان قد ايه بيكون عم بيقاسس حاله. قلت لك في طرق كثير لحتى نحن نقاسس حالنا، وهلا المشاهدين لازم عن جد يركزوا، لان امرار كثير نحن بنكون من الناس اللي عم نقاسس حالنا ولا حتى عارفين شو اللي عم نعمله، بنكون هالقد تعبانين زعلانين مش قادرين ندوق نكهه الحياه، نحن بنكون عم نقاسس حالنا. ممكن يكون قلت لكم يكون في هالقد سيلف كريتيسيزم، بنتقد حالي كل الوقت، المشاعر السلبيه ما بدي اتخلص منها، يعني شخص بيجي بيحكيني تعي نظهر منموه بتغيري، لا ما بدي، هون منعرف انه لا في شيء غلط، هيدا الشخص عم بيتكمش بهيدا الموضوع ما بده يطلع منه. امرار كمان ممكن اخطي خطوه وحده الحياه رح تكب علي، it will shower me with gifts with rewards، رح يصير معي قصص كثير بتعقد ما بدي اياها ابدا. طب ليش ما بنقبل انه غير؟ لانه الانسان بيتعود بدي قاسس حالي، هون انا عم قاسس حالي. طب ما فاين، ما في فتره زمنيه وخلصنا ويموت، في ناس سنين طويله تمار بيعلقوا بهيدا الشيء. انت عم تحكي هيك لانه انت ما عندك هالمعتقدات السلبيه هلا بدي اقول لك عنهم، لو عندك اياهم بدك تقولي انه ايه بقدر افهم ليه الشخص عم بيتصرف بهيدي الطريقه. بس كمان لحتى نقول ممكن الشخص يقاسس حاله بالاكل، وهيدا الشيء ببين لما يقطع الاكل ويصير انوريكسيك، يضعف يضعف يضعف، او بالعكس ياكل 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 ويحط وزن. بس كمان بنشوف انه في ناس خصوصا المراهقين بشطبوا حالهم، في ناس بشدوا شعرهم وبشيلوه، في رموشهم بشيلوهم، وفي ناس they punch the walls، يعني بيكونوا عم يعملوا كانه حرب مع الحيط. وكمان الناس اللي بيروحوا للادكشن للادمان. بس كمان بدي اقول لكم الليسته كثير طويله، انه انا اسمح لناس مش منيح وعاطلين يفوتوا على حياتي، اهرب من فرص الحياه، اني اصرف المصاري من دون تفكير، اني انا هالقد يكون عندي حكي سلبي مع حالي، اني انا اجل امور انا لازم اعملها، بس انا عم باجل وعم باجل وعم باجل. شوفوا ليست كتير كتير طويلة، إني أنا مثلا عايش بقلب بيت فيني زبط هون وهندس هون، بس فوضى بقلب البيت وسخ ما بدي حسين، بتصيري تطلعي بتقولي ليه هيدا الشخص هيك؟ عرفي مش دايما، انتبهوا مش كل ما نشوف شخص عم يعمل هيك في أكيد أسباب عديدة، بس نحن لأنه حلقتنا اليوم عن إني أنا عم بقاسس حالي
هدول امور نحن لازم كثير يخوفونا. بعدين في ناس عندهم بصير عندهم سنس اوف سكيورتي، امان بهيدا الزون تبعهم، انه هن عم بيقصصوا حالهم، بصير ما بدهم يطلعوا منه، حتى لو طلعتهم منهم رح تجيب لهم حياه افضل. رائع. بضلهم بقلبه، يعني مثل السجين اللي بقلب الحبس اللي معود على هالحياه، امرار بتفتحي له الباب ليظهر ما بيظهر 100%. بس ليه بده يكون الشخص يعني مازوشيست بيكون هالقد خايف تماخ من كمان النجاح، انه هو لما يتخلى عن هالكوبينج سكيل، هو ما تنسى اتس كوبينج سكيل، يعني هيدي قدره على التاقلم مع مشاعر قويه، فاستعمل هيدي الطريقه، شاف انه بمحلات كثير ارتاح، بس ولا تكه بيفكر انه في ثمن غالي انا عم بدفعه لهيدي الراحه اللي هي حقيقه طريقه كثير سلبيه. ما تنسى انه هو عم يحمي حاله، فاذا شخص اجى بده يقشطه هيدي الطريقة، عنده خوف كتير كبير ورعب من انه هو يعيش هيدي الحياة. صح، ويمكن يبسط التغيير حتى لو كان للأحسن، حتى لو كان للسعادة. لو كان للسعادة هو ما بده هيدا الشيء. اسمحوا لي شوي لحتى قلكم ووضح لكم قد ايه الامور عميقة، وانا بعالج هيدا الشيء باللايف كوتشنج وبالإبنوز اللي انا بشتغله. كيف؟ لانه هيدا شخص عنده جواته معتقدات كتير قوية ودفينة، بتقول اول شيء قلت لكم انا I'm not worthy، أنا شخص ما منيح، وأنا إذا شخص فيه أخطاء وفيه ديفويات، يعني أنا مش خارج أني أنا انحب، ما بقدر أحب حالي لأني أنا ماني بيرفكت. هدول أمور بيكون تعلمهم هو وعم بيربى بقلب البيت. وكمان إذا أنا بعمل شي غلطة، شو ما كانت هيدي الغلطة، شو ما كانت نيتي، ما بيهم، بس في غلطة، يعني أنا شخص عاطل. وكمان بيكون عنده بليف أنه أنا بالحياة ما لازم أعمل ولا غلطة، إذا بعمل غلطة أنا بطلت شخص منيح. فهون تخيلوا لهيدا الشخص عم بيعيش حياة كاملة متكاملة، بحياته ما رح يدوق طعم الانر بيس، ما رح نعرف شو يعني السلام الداخلي لو قد ما جربنا نشتغل على حالنا. أكيد إذا كنا عم نشتغل على حالنا لحالنا، لأنه في تمن عم بيندفع لهالسيكوريتي اللي أنا عم بخلقه، لهالأساس الذات اللي أنا عم بعمله، أنه أنا بحياتي ما رح دوق طعم السلام الداخلي. على فكرة يمكن تسامح العالم كله والكون كله، وأصعب شيء أنا أنا شخصياً بلاقي إنه أصعب شيء بحياته الإنسان يوقف قدام مراية حقيقته الصادقة الترانسبرانت على الآخر ويسامح حاله. يعني ممكن تسامحي عدوك اللي قتلك كل عائلتك، بس إنك تجي تسامحي حالك، بعتقد هيدي أصعب شيء على بني آدم. ليش؟ ما هيومن بينج مثلك مثل غيرك، بحقلك إن بيغلطوا. أنا لا، خليني أقلك شغلة تمر، الإنسان كتير قاسي على حاله، يعني لا تتعلمي انك ما تكوني قاسية على حالك بدها شغل. مشان هيك بدنا نتوجه هلا للمشاهدين بسؤال. كل شخص منكم بده يسال حاله، شو في شيء بعد بحياتي انا ما قدرت اقبله، وشو في شيء لازم سامح حالي عليه وانا ما عم بقبل سامح حالي عليه. كل شخص منا لازم يسال هيدا السؤال. وممكن نحن ثلاثتنا هلا مبسوطين كثير وعم نحكي، إذا يمكن منغوص كتير لجواتنا، يمكن هالقصص البديهية ما عم نعملها، بس يمكن في شي تاني تفاصيل قديمة قاعدة جواتنا بيسوى كمان لما نكون قاعدين لحالنا بالرواق والأمان تبع بيوتنا نسأل حالنا هيدا السؤال. يا هل ترى شو في شي صاير معي أو أنا عملته وأنا بعد لهلأ ما قدرت سامح حالي عليه؟ لأنه أنا مثل ما في جوات الطيبة، نحن بدنا نآمن أنه في جواتنا الطيبة يا جماعة طبعاً. مثل ما بسامح غير عالم غلطه بحقي وغلطه معي، أنا بدي لاقي جواتي الشجاعة والطيبة أنه أنا كمان أقدر سامح حالي. هيدا أهم شيء على وجه الأرض، أني أنا يكون عندي self-compassion، وهيدا بدنا نحكي عنه. كارلا بس لأفهمها لكارين أكثر شوي، لا هيك جرب اتقرب من الفكرة. غلطة عن غلطة ممكن تفرق، يعني إذا كانت تداعياتها بتطال عدة أشخاص يكون العبء علي أكثر، أو إذا تداعياتها كانوا كتير صعبين. بدي خبرك شغلة، في أوقات كتيرة أشخاص بيعملوا أغلاط عليك، يعني انت اللي بتكوني عم بتتلقي هول الاغلاط وبتحملي حالك ذنب انه لو ما من وراي هول الاشخاص ما عملوا هيدا الغلط. You do this. I used to do this.
تعلمتي هيدا الشيء عند اهلك؟ حبي حالك. I used to do this. يعني انا مرقت ببريود بحياتي كنت حس انه انا عم انسس حالي لاغلاط ما انا حتى مقترفتها. يعني ما ذنبي فيها اشخاص تانيين يمكن ازيوني الي، بس انا اقول انه لا انا المذنبه. انت تاخذ الاشي على عاتقك، على عاتقك انه انا خليتهم يغلطوا معي. اكيد هيدا لانه بليف زرعوه جواتك الاهل او الاساتذه اللي انت مرقتي معهم. انتبهي مش كل شيء الاهل، اوقات الاهل انت خليتيهم يتصرفوا هيك. انت اللي فتحت المجال. اكزاكتلي. بيقولوا لك شو بنسمعهم؟ قديه بيقولوا لك اهلي خاصه للبنات، انت فتحتي مجال للصبي يحكي معك هيك. انت فتحتي له مجال ليطلع فيكي نظره مش مزبوطه او يقرب او يتلفن لك على التليفون. وتخيلي المعتقدات السلبيه اللي عم يطلعوا جواتك انت بنوت صغيره عم تسمعي كل هالقصص. صدقتي انه كل ما يصير شيء بيكون الحق عليك، بدك تشتغلي على حالك لحتى ترجعي تفكي هالبليف. وهون الخطوره انه لما بتصير هيك اغلاط الاولاد ما بيعودوا يروحوا يقولوا لاهلهم. اكزاكتلي. هذا بنسميه ليرند هيلبلسنس، انه انا تعلمت انه انا عايش زي يقساني، انا ما عندي سبورت، ما عندي دعم. لانه بخافوا من اهلهم انه يحملون مسؤوليه الغلطه اللي هن ما لهم exactly. ما لهم فيها 100%. معك حق. تمار كمان لحتى جاوبك على هذا الشيء اللي انت عم بتقولي انه كثير حلو انه اذا غلطه عن غلطه بتفرق. هون انا بدي جاوبك حسب الشخص، لانه نحن الغلطه اللي عم بتصير اليوم فيها تصير مع كارين، معك او معي، انا رح اتصرف بطريقه، هي بطريقة، أنت بطريقة، حسب المعنى يلي أنا رح أعطيه للشيء يلي صار. لأنه بهالحياة نحن صرنا إلينا كذا مرة nothing in this world has any meaning except the meaning that I give it. يعني ما في شيء بهالدنيا له معنى إلا المعنى اللي أنا رح أعطيه. هذا الشيء كتير خطير، لأنه عادة نحن منطلع بأسوأ معنى ممكن حسب المعنى لكان، وحسب شو المعتقدات يلي مخبيه جواتي وعشو تركيزي دغري بيروح. That's why منقول الايموشنز هي ممكن تطالنا كلنا، بس كل واحد رياكت على طريقته الخاصه. انت بتعطي معنى للاشياء. يعني نحن مثلا نحن العالم عاطين معنى للمصاري، هي اذا بدك تفكري فيها حسب انت كيف بتشوفيها. يعني نحن وحتى يعني اجت كورونا فرجتنا انه في كثير اشياء كنا عاطينا معنى كثير كبير ومكبرينها بحياتنا ما بتستاهل، طلع ما لها معنى. 100% صح. 100% لنعطي كم مثل لحتى، لانه الناس بتعرف الاغلاط الكبيره واضحة، غلطتي بحق حدا، نحكيتي كلمة عاطلة، انتقدتي وعرفوا، هدول قصص بديهية نحن بننتبه لها. تخيلوا معي شخص اتشيفر، فيها تكون ست، في يكون رجل شاب، مفروض هو انه عنده شغله لازم يخلصه، حاطط لحاله وقت وعم بيأجل عم بيأجل، اشتغل شوي صغيرة وقال لحاله اذا بخلص لحديد بعد الظهر انا من ثلاثة وبتطالع بدي اروح على البحر لحتى هيك ارتاح شوي. بلاحظ هو انه ما خلص شغله اوكي على الوقت. في ناس بيقولوا اوكي لو ما خلصت ما عليه برجع بخلص بكره، وبيروحوا بيكملوا هالبروجرام اللي هن حاطينه براسه. فبيجي هيدا الشخص بيقول لاني انا هالقد كنت مستلشي انا بدي قاسس حالي، واكيد هو ما قالها بالكلمات هيك، اتس ان ذا سبكونشس مايند، هلا باللاوعي تحت الرادار ما رح روح. بينما انا بدي اقول لكم تخيلوا لو هيدا الشخص ما قاسس حاله وراح، يلي كان رح يصير انه هو تحت اشعه الشمس مع الهواء الحلو اللي بده يطلع عليه كان بده يرجع يشرج طاقه، بجوز يجي يرجع يسهر كل الليل او ثاني نهار يشتغل اكثر واكثر واكثر، قاسس حاله وما راح. شوفوا هيدا شيء كثير سبتل، ببلش بقصص امور كثير صغيره. بعطيكم اكزامبل تبع الام يلي ما كانت تعرف بكل هالامور، ربت مثل ما ربوا هالاهالي قبل، صريخ عيط ضرب انتقادات، فالبنوتتها وصلت على ال 11 12 عندها كثير عقد نفسيه ومنها مرتاحه وعندها اكتئاب. فهيدي الام اكيد بتلاقي من الذكاء جواتها تاخذها تعالجها وهالقصص هيدي، بس هي بينها وبين حالها بدل ما تقعد وتقول لحالها شو اللي انا بعد هلا رح اعمله بطريقه مختلفه، شو يلي تعلمت من ورا هالاغلاط اللي انا عملتها خليني انا غير، لكان بنتي بحاجه لإلي اني انا اتسمع لها، حبها، بوسها، اغمرها، اسالها اذا هي محبوبه بهالبيت، اذا بنفهمها بهالبيت وغير. لان انا عايشه، انا بحياتها، انا ما متت، ماني مريضه كانسر، انا ماني مطلقه ورايحه ناسيه اولادي، ممكن اكون مطلقه بس مش ناسيه اولادي، بس مطلقه وعم بركض ورا انا حاجاتي، لا انا موجوده لهالبنوت ولهالبيبي، فانا بدي اعطي الماكسيموم. لا بتجي هيدي الام بتقول
أنا هيك تصرفت مع بنتي، أنا شخص عاطل، أنا ما بسوى أبدا، أنا بعد هلأ بدي قاسس حالي. بتصير تحمل حالة كل حاجتها، بتلاقيها الأم اللي بطلت تصبغ شعراتها، ما في دهرات، ما بقى بتظهر، روحوا أنتوا، أنا ما بدي، ما بستاهل. ويا ما كارلا سمعين أمهات قالوا لأولادهم ما الحق علي، أنا ما عرفت ربيك، فمن هون هالقد واضحة أنه بتلوم حالة. بنهاية حديثنا بس بدي أعتذر من صديقنا ناجي من مصر، طرح سؤال رح أطرحه على الهواء وبتمنى يكون هيدا موضوعنا next time معك كارلا. بيقول كيف نربي الأطفال على عدم الخوف والتوحد والانعزال بسبب الصراخ بالوجه والضرب إذا غلط. اوكي نوعده انه نعمل حلقه اكزاكتلي لانه يعني بنحب نخص الاولاد نحن لانه هن اغلى ما عنا وهن جيل المستقبل، ف اكيد هيك بنركز عليهم اكثر واكثر ان شاء الله نيكست تايم. مشكوره حبيبتي، وي لاف يو، شرفتينا، وي لاف يو. بنتمنى كمان انه كل المشاهدين يكونوا استفادوا. اكيد هيدا منه حكم ومنه انتقاد، هيدا بس دعوه انه انا اقول لحالي اليوم انا اذا ما بغلط بالحياه، ما بعمل اغلاط، هيدا حقي انه انا اغلط ويكون عندي سكند تشانس. بس انا لما اغلط واقعد اقول وين انا غلطت وكيف فيني هندس وظبط مرتجي، هيدي فرصه لإلي انه انا انمى واتطور بالحياه 100%. ثانك يو سو ماتش لوجودك، يعني اليوم كانت حلقه مليئه بالمعلومات المفيده عن جد، كثير كارين. Thank you so much لإلك. وإذا بتشوفي قد ايه ممكن تتعلمي بهالحياة اشياء عن روحك، عن شخصك، عن جسمك، عن تصرفاتك، عن يعني الإنسان كائن غني جدا، يعني لتقدر تكتشفي كله. لقد انطوى فيك العالم الأكبر واعتقدت أنك جرن صغير. عن جد عن جد. Thank you so much لوجودك. مشاهدينا لهون وصلنا لختام حلقتنا من شرفتونا. أنا شخصيا برجع بلتقي فيكم الأسبوع الجاي. أنت بكرة؟ أكيد. أوكي. تمار موجودة معكم بكرة. تمار مع مين؟ أنا مع حبيبة بكرة إن الله راد. أوكي. تابعونا وشرفونا. حلقة جديدة من شرفتونا بكرة بنفس الوقت، دايما بتوقيت بيروت. إلى اللقاء. Bye.